نزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا، أحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا. هو زاد الروح وبهجتها. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين طلبة وطلبات الصف الأول الثانوي العام. أهلا بكم ودرس جديد من دروس الرياضيات. معكم الأستاذ محمد السيد بلال، معلم خبير في مادة الرياضيات. لا تنسى زيارة قناتي على اليوتيوب، قناة الأستاذ التعليمية، والاشتراك بها حتى يصلك كل جديد. والآن مع المراجعة النهائية في الهندسة الترم الأول. إن شاء الله هنبتدي عملية مراجعة للهندسة في الترم الأول، فتابعونا وهنعملوها على كذا حلقة إن شاء الله، فتابعونا باستمرار. في الشكل المقابل عطينا إيه بقى دلوقتي؟ عطينا إن قياس زاوية الألف ميم ب بتساوي قياس زاوية الب، يبقى نعطينا قياس زاوية الإيه ألف ميم ب بألف ميم دال بتساوي قياس زاوية الإيه الب، وأعطينا كمان إن ألف ميم ألف دال بتساوي 5 سنتي، وألف ميم بتساوي 4، وميم جيم بتساوي 6 سنتي. أول حاجة بيقول يثبت إن المثلث ألف دال ميم شبه المثلث ألف جيم ب. كويس، طبعا السؤال ده جميل ويتكرر كتير في الامتحانات. تاني حاجة طلبها بيقول لي أوجد طول ب دال، ب مين؟ ب دال. طيب تعالوا نثبت أول حاجة إيه؟ تشابه الإيه؟ المثلثين. طب تعالى عشان نشابه المثلثين، في الأول هنقول المثلثين اللي أنا هتكلم عنهم أ دال م و أ ج ب، قولوا فيهما. أول حاجة زاوية الألف زاوية مشتركة، زاوية الألف زاوية مالها مشتركة. اتنين زاوية أ م د هتساوي زاوية الألف م ج أ ب ج، طبعا ده معطى طهولي. إذن في هذه الحالة بنستنتج أن المثلث أ د م يشابه المثلث أ ج ب، أ ج ب ده المطلوب الأول. طب المطلوب الثاني بيقول لي هات لي به إيه؟ به د. طيب ينتج إيه من التشابه؟ بينتج من التشابه أن أ م على أ ج بيساوي أ د على أ ج. طيب نشتغل ونعوض ونشوف العلاقة توصلنا لإيه. يبقى نقوله أ م يساوي 4 على مين؟ على أ ب. أ ب ده عبارة عن أ د زائد د ب. طب أ د بكام؟ بخمسة، يبقى 5 زائد د ب بتساوي إيه؟ أ د أ د بخمسة على أ ج بكام؟ 10، يبقى 5 على 10 يديني 5 على 10. طبعا هنقوله نعمله في صورة معادلة بقى، خلاص 5 على 10 يعني فيها النص، ونعمل ونختصر هنلاقي في النهاية ان ب د بيساوي 3 سنتي. اذا ب د بالاختصار طبعا هنا هنقوله ايه؟ هنقوله ان هو بضرب الوسطين في الطرفين، يبقى بينتج، او نقوله ان ب د زائد 5 بتساوي 4 في 10 على 5. 4 في 10 بكام؟ ب 40 على 5 يديني 8. يبقى اذا 5 زائد د ب بتساوي كام؟ بتساوي 8. بالاختصار ب د هتطلع ب 3 سم، بتطلع بكام عندنا؟ ب 3 ايه سم. في الشكل المقابل اعطينا ايه بقى في الشكل المقابل؟ طبعا أ ب ج مثلث اهوت، أ ب ج مثلث، واعطينا ان د س، د س ده ينصف زاوية مين؟ أ د ب، يبقى ده منصف. تاني حاجة اعطاها لي ان ب د بيساوي د ج، برضه دي معطى اعطاها لي. الحاجة التالتة اللي اعطاها لي من ضمن المعطيات ان س ص، س ص ده بيوازي ب ج، يبقى ديت كلها معطيات. ايه اللي مطلوب مني في المساله؟ بيقول لي اثبت ان د ص ينصف زاويه ا د ج.
كويس، يبقى دي مسألة جميلة جدا وفيها زي ما انت شايف معطيات، وكل معطى من هذه المعطيات لازم نستخدمه علشان نوصل للحل اللي هو ايه، نسبة ان د ص يناسب زاوية ألف د ج. طب الكلام ده يحصل امتى؟ يحصل امتى ان د ص، ان د ص ده يناسب زاوية ألف د ج؟ اذا كان ايه، ألف ص على ص ج بيساوي ألف د على د ب. لو انا اثبت العلاقه ديت خلاص، يبقى اذا في هذه الحاله نستنتج ان د ص هو اللي بينصف. يبقى تاني عشان نثبت ان د ص ينصف زاويه ألف د ص، لابد من اثبات العلاقه الاتيه اللي هي ايه، ان ألف ص على ص ج بيساوي ألف د على د ايه، على د ج. طيب الكلام ده هنجيبه منين؟ من المعطيات اللي هو عطاها لي. نبدا واحده واحده كده مع بعض من المعطيات. يبقى اعطينا كام معطى؟ ثلاث معطيات، ومن المعطيات ديت هنوصل. يلا بينا نبدا مع بعض. يبقى اول حاجه بنجيبها مع بعض في المثلث ألف د ب، نبدا ب. بما ان الدال س بينصب زاويه الدال اللي هي ألف د ب، اذا هنستنتج ايه؟ هنستنتج ان ب س على س ألف بيساوي ب د على د ألف. استنتج تاني مع بعض ان ب س على س ألف بيساوي ب د على د مين؟ على د ايه؟ ألف. دي علاقة رقم واحد. طيب في المثلث الكبير بقى اللي هو ألف ب ج، ناخد المثلث الكبير اللي هو ألف ب ج. في ايه؟ في س ص بتوازي ب ج، س ص بتوازي ب ج. طيب هنستنتج ايه؟ هنستنتج برضو ان ب س على س ألف هتساوي ج ص على ص ألف. ماشي، يبقى نقوله ب س تاني على س ألف بتساوي ج ص على ص ايه؟ ألف. ونسمي دي علاقة رقم كام؟ رقم ايه؟ اتنين. طيب من علاقة واحد واتنين خلاص، وعطينا كمان المعطى التالت ان ب د بتساوي د ج. طيب من واحد واتنين هنستنتج ان في نسبة مشتركة، اللي هي النسبة دي مشتركة ما بينهم، اللي هي ب س على س ألف بتساوي اللي هي برضو هي نفسها النسبة. بالنسبة دي كده هي نفسها النسبة دي مشتركة ما بينهم. إذن هنستنتج إن الطرف الأيسر يساوي الطرف الأيسر، وهنبدل بقى، نضع مكان ال ب د، هنحط مكانه إيه؟ ج د. يبقى نضع مكان ال ب د، نضع مكانه ج إيه؟ د في العلاقة رقم إيه؟ واحد. طيب هيتبقى لنا إيه بقى دلوقتي؟ هيتبقى لنا إن إيه؟ إن ناخدوا العلاقة مع بعض كده، إن ج ص على ص أ اللي هو الطرف ده هنحطه زي ما هو. طيب نضع مكان ب د، نحط مكانه ج د. يبقى بدل ب د نضع مكانها ج د على أ د. يبقى العلاقة الأخيرة هتبقى عبارة عن إيه بقى؟ عبارة عن ج ص على ص أ هتساوي ج د على د أ. يبقى تعالى نشوف الرسم بقى نشوفها. يبقى دلوقتي نقوله إيه؟ ج ص على ص أ هتساوي ج د على د أ. طيب لو العلاقة دي موجودة إيه اللي يحصل؟ إذن بنستنتج إن د ص ينصف زاوية أ د ج، وهو المطلوب إيه؟ يبقى كده هو ده المطلوب إيه؟ إثباته. يبقى ده هو المطلوب إيه؟ إثباته. لو العلاقة دي موجودة إيه اللي يحصل؟ إذن بنستنتج إن د ص ينصف زاوية أ د ج، وهو المطلوب إيه؟ يبقى كده هو ده المطلوب إيه؟ إثباته. يبقى ده هو المطلوب إيه؟ إثباته. طيب برضه في الشكل بيقول اختار الإجابة الصحيحة، بيقول لي في الشكل المقابل. طبعا هي تنفع مسألة يعني ايه مقالية، وفي نفس الوقت ممكن نعتبرها مسألة اختيار من بين الأقواس. بنقوله الشعاع أ ب خلاص مماس، وأ د قاطع للدائرة في النقطتين اللي هما ج وإيه ود، وكان أ ب طوله 4 جذر 2، وأ د كله بيساوي 8 سم. أ د بيساوي 8، فإن أ ج هيساوي كام؟ طبعا ده مماس وده قاطع، يبقى بنستنتج على طول ايه بقى؟ ان المماس تربيع بيساوي أ ج في أ د، أ ب تربيع هيساوي أ ج في ب ايه؟ في أ د. طيب يلا نقوله مع بعض.
هنا ألف به مماس وألف دال قاطع. إذن في هذه الحالة بنستنتج إيه؟ بنستنتج أن ألف به تربيع بيساوي ألف جيم في ألف مين؟ في ألف دال. طب يلا نعوض، عوض معايا كده. يبقى نقوله ألف به بكام أصلا؟ ألف به بيساوي إيه؟ 4 جذر 2 بالتربيع هيدينا 32 يساوي ألف جيم. ألف جيم ده مضروب في مين؟ في ألف دال. ألف دال كام عطونا في المسألة؟ ب 8. بالاختصار يبقى نقوله ألف جيم بيساوي 32 على ال 8 قوسين. اختر الإجابة الصحيحة بين القوسين. العبارة الأولانية بتقول إيه؟ دائرة مركزها مين؟ تنص قطرها كام؟ 8 سنتي. وقوة النقطة به بالنسبة للدائرة ميم بيساوي 80. فإن ميم به بيساوي كام سنتي؟ عايز ميم به يساوي كام إيه؟ كام سنتي؟ طيب تعال نشوف مع بعض كده. هو قوة النقطة به بالنسبة للدائرة ميم عبارة عن إيه؟ قوة النقطة به بالنسبة للدائرة ميم عبارة عن به ميم تربيع. أنا نجيبها على طول، نقوله ميم به تربيع ناقص نق إيه؟ تربيع. طب يلا نعوض. أنا عندي إيه؟ عندي إن قوة النقطة بتساوي كام هنا أهوت؟ يبقى قوة النقطة هنا نقوله إذن في هذه الحالة هنقوله إيه؟ إن قوة النقطة على طالب كام؟ بنقوله 80. نقوله كام هنا؟ 80. هتساوي به ميم اللي أنا عايزها، نقوله به ميم الكل إيه؟ تربيع اللي أنا مش عارفها، خلاص نخليها الكل إيه؟ الكل إيه؟ تربيع. ناقص كام؟ ناقص النق. النق عطولي بكام في المسألة؟ عطيني نص القطر ب 8. 8 في 8 ب 4 وكام وإيه؟ 4 وإيه؟ وإيه؟ و60. كويس؟ طيب يلا نقوله يبقى به ميم تربيع بتساوي كام؟ نقوله 80 زائد كام؟ زائد ال 64. يبقى هنا هنستنتج على طول إن إيه؟ إن به ميم الكل تربيع، يبقى به ميم الكل تربيع هيساوي كام يا اخوانا؟ ايوه هنجمع بقى ال 64 زائد ال 80 يديني 104 وايه؟ 104 وايه؟ و40. طيب اذا ناخد الجذر التربيعي الموجب، ناخد الجذر التربيعي الموجب خلاص، لان ده هيعتبر بالنسبه لنا ايه؟ طول يعني. يبقى به مين بيساوي؟ بيساوي 12 سنتي، يدينا 12 ايه؟ سنتي. طيب الجزء اللي بعد كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي مضلعان متشابهان النسبة بين محيطهما 2 إلى 3. النسبة بين المحيطين كنسبة 2 إلى 3. فإن النسبة بين المساحتين، طبعا هنا طالما أعطينا النسبة بين المحيطين يبقى النسبة بين المساحتين هو عبارة عن إيه؟ مربع النسبة بين المحيطين. مربع النسبة بين المحيطين، تعال ربع. يبقى نقوله كام إلى كام؟ يبقى بتساوي 4 إلى كام؟ إلى إيه؟ إلى 9. يبقى الإجابة الصحيحة تبقى 4 إلى 9 أو 4 إلى إيه؟ 9. طيب هنا بقى سؤال جميل برضو بيتكرر كتير. إيه هو بقى السؤال؟ بيقول لي المنصفان الداخلي والخارجي لزاوية رأس المثلث مالهم؟ بيكونوا متوازيين ولا متعامدين ولا متطابقين ولا غير ذلك؟ يبقى دايما بنقوله المنصف الداخلي والمنصف الخارجي لزاوية رأس المثلث يكونان مالهم؟ متعامدان. يكونان دايما إيه؟ متعامدان. طيب هنا السؤال بعد كده بيقول لي في الشكل المقابل، في الشكل الايه؟ المقابل. الف مين؟ الف دال ده مماس، كويس، وان الف دال ده بيساوي 3 جذر 2، واعطينا ان الف جيم بيساوي جيم ايه؟ جيم ب، كويس. طيب ايه المطلوب مني؟ بيقول لي ألف ب ده هيطلع بكام؟ هو بيقول لي هات لي ألف ب ده هيطلع بكام؟ طبعا هنا معروف ان ألف دال الكل تربيع هيساوي ألف مين؟ ألف كيم في ألف ايه؟ سمي ده اسمه سين برضو عشان ايه سهل علينا الحل، خلاص يبقى الحته الجزء ده برضو ايه اسمها سين. طيب يبقى انا دلوقتي بنقول ان ألف دال ايه؟ ان ألف ايه؟ ان الف دال هيطلع معايا، نكتبها كقاعده بعد مع بعض هنا اهوت، نقول الايه بقى يا اخوانا؟ خليكم معايا كده، ان الالف دال الكل تربيع ماشي، ده
عبارة عن كام؟ عبارة عن ألف جيم مضروب في مين؟ مضروب في ألف ب، مضروب في مين؟ ألف إيه؟ ألف ب. طيب ربح كده، يبقى نقول 3 في 3 ب 9، 9 في 2 بكام هنا؟ يدينا هنا كام؟ 18، يدينا هنا كام؟ 18. بتساوي ألف جيم كام؟ س زائد زائد ألف ب كله، يبقى س زائد س يبقى اسمه 2 س، 2 إيه هنا؟ 2 س. طيب كلام جميل خالص. طيب يبقى إذا نقوله إيه؟ 18 ها هتساوي كام؟ هيساوي 2 س تربيع، 2 س إيه؟ تربيع. خلاص بالقسم على كام؟ بالقسم على 2، يبقى نقوله س تربيع في هذه الحالة هتساوي كام؟ هتساوي التسعة، هتساوي كام عندنا؟ الإيه؟ التسعة. خد الجذر التربيعي، يبقى الس تطلع بكام؟ يبقى نقول إذا الس هنا أهوت هتطلع بكام؟ بتلاتة، لأن احنا عايزين الجزء الإيه؟ الموجب، هتطلع بكام؟ بتلاتة. يبقى أ س أ ج كده اللي هي قلنا اسمها س هتطلع بتلاتة، يبقى الجزء ده بكام هنا؟ بتلاتة، وج ب برضه هيطلع بكام؟ بتلاتة. طيب انا عايز مين؟ عايز ا ب، 3 زائد 3 يديني كام؟ 6 سم، يبقى ا ب كله يطلع ب 6 ايه؟ في 6 سم. العبارة اللي بعد كده بتقول لي أكمل ما يأتي، أكمل ما يأتي. تعالوا نشوف مع بعض. أول حاجة بيقول لي إيه؟ إذا تناسبت أطوال الأضلاع المتناظرة في مثلثين فإنهما، طبعًا ديت نظرية الإيه؟ نظرية الإيه؟ التشابه. يبقى إذا تناسبت أطوال أضلاع أضلاع المتناظرة في مثلثين فإنهما، ايوه صح كده، انا سامع ناس بتجاوب معايا اهو، فانهما يتشابهان، فانهما ايه؟ يتشابهان. طيب بعد كده السؤال اللي بعد كده او الجزئيه اللي بعد كده، فاكمل بيقول لي اذا رسم مستقيم يوازي احد اضلاع مثلث ويقطع الضلعين الاخرين فانه يقسمهما الى قطع اطوالها. تاني، اذا رسم مستقيم يوازي احد اضلاع مثلث ويقطع الضلعين الآخرين فإنه يقسمهما إلى قطع أطوالها، أيوه أطوالها متناسبة، قطع أطوالها إيه؟ متناسبة. طبعا دي أكمل وسهلة جدا ما فيهاش أي حاجة. طيب الجزء اللي بعد كده برضو نفس الفكرة برضو، بيقول لي إيه؟ بيقول لي إذا قطع مستقيم عدة مستقيمات متوازية، عدة مستقيمات إيه؟ متوازية، فإن أطوال القطع الناتجة على أحد القاطعين تكون نقط مع أطوال القطع الناتج على الإيه؟ الناتجة على القطع الآخر. أيوه سامع ناس بتجاوب معانا، تكون متناسبة. يبقى نقول كمان مرة، إذا قطع مستقيم عدة مستقيمات متوازية فإن أطوال القطع الناتجة على أحد القاطعين مالها؟ تكون إيه؟ متناسبة مع أطوال القطع الناتجة على القاطع الإيه؟ الآخر، قطع الإيه؟ الآخر. طيب تعالوا نشوف الجزئية اللي بعد كده. تقول لي هنا ايه الجزئية؟ بتقول لي إذا كان أ م بيساوي 12 سم، فإن قوة النقطة أ بالنسبة للدائرة م التي تنص قطرها 9 سم، هو عايز هنا يجيب مني ايه؟ قوة الايه؟ قوة النقطة. طبعا السؤال ده بسيط وسهل جدا. طبعا تعريف قوة النقطة هو بيساوي البعد، ماشي، البعد النقطة عن الايه؟ عن المركز، خلاص طول بعد النقطة على المركز كل تربيع ناقص نص القطر كل ايه؟ تربيع. تعالوا نشوف مع بعض. يبقى قوة النقطة أ بالنسبة للدائرة م هيساوي نقوله أ م الكل تربيع، نربع ده يديني 144 ناقص نص قطر الدايرة، نص قطر الدايرة كام؟ 9، الكل تربيع يبقى بواحد وايه؟ و80. يبقى إذا نقوله 144 ناقص ال 81 يديني 3 وايه؟ و60. لاحظ معايا النقطة ألف ديت إيه وضعها بالنسبة للدائرة؟ داخل الدائرة ولا خارج الدائرة ولا على الدائرة؟ هنا هنقوله طالما قوة النقطة ألف موجب، عدد موجب زي ما أنت شايف، إذا بنستنتج إيه؟ بنستنتج إن النقطة ألف تقع خارج الإيه؟ الدائرة، خارج الإيه؟ الدائرة. في نهاية هذه الحلقة أتمنى أن تنال إعجابكم، مع تحيات الأستاذ محمد السيد بلال معلم خبير في مادة الرياضيات.
لا تنسى زيارة قناتي على اليوتيوب، قناة الأستاذ التعليمية، والاشتراك بها حتى يصلك كل جديد.